منتخب مصر بيتعادل مع الجابون 1-1 تعادل ايجابي خارج الديار في تعادل غير عادل. منتخب مصر بدأ التصفيات كده من سيء لأسوأ، لعبنا الماتش الاول وكان ماتش سيء جدا وقدرنا ان احنا نكسب 1-0 بالعافية بضرب الجزاء. الماتش التاني بنتعادل 1-1 خارج الديار في مباراة اسوأ من المباراة الاولانية كمان. انا مش عارف والله العظيم في ايه المنتخب المصري ماله. كمان كابتن حسام البدري مالكش اي حجة المرة دي، محمد صلاح معاك وموجود، كمان مصطفى محمد كان موجود على الدكة وكل اللعيبة متاحة قدامك والخيارات كلها موجودة عندك وعندك لعيبة حرفيا ممتازة جدا. انا نفسي اعرف بس واسأل سؤال لكل الناس اللي بتتفرج، جاوبوني عليه كده في الكومنتات، ايه ميزة كابتن حسام البدري عشان يبقى هو مدرب المنتخب الوطني؟ هل هو قوي هجوميا؟ لا. طب هل هو قوي دفاعيا؟ لا. طب هل هو بيلعب كورة استحواذ مثلا وبيمسك كورة كتير جدا وبساط كتير في نص الملعب؟ لا. طب ايه هي ميزة كابتن حسام البدري حقيقية اللي احنا مش فاهمينها؟ انا شايف ان ميزة كابتن حسام البدري البساط القوي اللي بيبصها للاعيبه وللحكام، البصات اللي هي زي دي كل ماتش والتاني بقى تلاقي بصه احلى من المباراه اللي قبليها. دي طبعا في مباراه النهارده قدام الجابون كان باصص ومتضايق جدا من ايمن اشرف في كره من الكرات. ايمن اشرف بالمناسبه كان سيء جدا، بس مش ايمن اشرف لوحده، ايمن اشرف كان سيء جدا واحمد توفيق كان سيء جدا وعمر جابر فوق السيء بشويه، ما كانش موجود اصلا في الملعب واللعيبه كلها ما كانش ليها اي وجود، ومنتخب مصر ملوش شكل وملوش اي طريقه بيلعب بيها، وحرفيا منتخب ضعيف جدا هجوميا ودفاعيا. الحاجة الوحيدة اللي كل الشعب المصري اجتمع عليها اهلاوية وزملكاوية هي ان كابتن حسام البدري لا يصلح لمنتخب مصر خالص ويجب اقالته في اسرع فرصة، لان مهما كان ان هو عامل نتائج كويسة، ما اتغلبش من ساعة ما مسك منتخب مصر، لكن ما لعبش ماتشات كبيرة، ما لعبش ماتشات قوية اللي هي دي الاختبارات الحقيقية اللي نبص فيها لمنتخب مصر. كل المنتخبات اللي انت بتلعب معاها دي منتخبات درجة تانية ودرجة تالتة كده في افريقيا، مش هي دي المنتخبات القوية. يعني انا عندي ثقة ان كابتن حسام البدري هيقدر يصعد من المجموعه دي اول ما فيش اي مشكله، لكن لما يلعب بقى ماتشات النوك اوت اللي هم هيبقوا 10 منتخبات اقوياء جدا مستوى اول بقى كلهم في افريقيا، ويخبط في اي منتخب من المنتخبات القويه، نخبط كده في الجزائر اللي كسبانه اول ماتش 8، نخبط كده في المغرب، نخبط كده في الكاميرون، او نخبط في نيجيريا، او نخبط في السنغال، كل المنتخبات دي انا واثق ان هم يعملوا ماتش كبير على منتخب مصر ويخرجونا على طول وما نروحش كاس العالم. فلازم في اقرب فرصه من وجهه نظري ان كابتن حسام البدري يتقال له شكرا قوي لحد كده، ونشوف مدرب اجنبي مش مدرب مصري يجي يمسك المنتخب ويكون سي في محترم كده ومدرب كبير يقدر يعمل حاجه مع الجيل المحترم ده ويقدر يرجع شكل قوي لمنتخب مصر من جديد. هنتكلم في تفاصيل المباراه وهنتكلم في الغرائب والطرائف اللي عملها كابتن حسام البدري النهارده، وهنتكلم وهنقول مين اللي كان كويس في الملعب ومين اللي كان سيء جدا. لكن قبل ما ندخل في كل التفاصيل دي، انزل دلوقتي اخبط لايك للفيديو، شير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب، شغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. يلا بينا. كور العالية روكسون القاضي يا مونكون شاط الكورة وجول القاضي يا مونكون القاضي. قبل ما نبدا كده بس في اي حاجه، تعالوا مع بعض كده نبص بص على المجموعه. مصر دلوقتي على الصداره، لعبه ماتشين معاها 4 نقاط، قدرنا ان احنا نكسب المباراه الاولى اللي كانت على ارضنا هنا في القاهره، وتعادلنا المباراه الثانيه اللي كنا بنلعبها بره في الجابون. فمصر خلاص دلوقتي مركز اول معاها 4 نقاط، مسجلين هدفين بس، هدف في كل مباراه، واستقبلنا هدف في الماتش بتاع النهارده قدام الجابون. ليبيا في المركز الثاني لكن لعبه ماتش واحد بس، لما تلعب الماتش الثاني اللي هيكون قدام انجولا، بس هيكون في انجولا خارج ديارها، معاها 3 نقاط، كسبت المباراة الأولى، كسبت الجابون في أرضها، والجابون مركز ثالث معاها نقطة واحدة بتعادل وحيد مع منتخب مصر، وأنجولا متزايل المجموعة لعبت ماتش واحد قدام مصر، خسرت المباراة دي. يعني المجموعة طبعا لسه ما وضحتش، لكن أنا عندي يقين إن كابتن حسام البدري السيء جدا مع المنتخب يقدر إن هو يصعد بمنتخب مصر من المجموعة الضعيفة دي. طيب خلينا بقى كده نخش على التفاصيل ونبدأ الأول بتشكيل منتخب مصر اللي لعب بيه كابتن حسام البدري. الحاجة اللي كانت هتجنني النهاردة، أنا نفسي أفهم يعني إيه تلعب المباراة الأولى بتشكيل وتلعب المباراة بتشكيل مختلف تماما، تغير 5 أو 6 لعيبه من القوام الاساسي بتاعك. انت بتلعب ماتشات وديه ولا انت بتعمل ايه؟ ولا انت بتراضي اللعيبه كلها؟ يعني ايه في المباراه الاولى العب باك شمال بفتوح والعب باك يمين بباهر، واجي في المباراه الثانيه العب باك يمين باحمد توفيق والعب باك شمال بايمن اشرف، ويعني ايه العب بطارق حامد اساسي في اول مباراه والماتش الثاني اللي المفروض ان انا بدافع فيه وبلعب بثلاثه في نص ملعب اشيل طارق حامد اللي هو لاعب دفاعي قوي جدا من نص الملعب؟ انا مش فاهم والله. يعني ايه الماتش الثاني تلعب بقفشه وينج، قفشه اللي بيلعب صانع العاب
والعب 4-3-3 بعد ما كنت بلعب 4-2-3-1، التشكيل الطبيعي لمنتخب مصر اللي بيجيد فيه افضل بكتير. حاجات غريبه كتير جدا بصراحه، لكن خلينا كده نبص على التشكيل. بدا النهارده 4-3-3 في حراسه المرمى محمد الشناوي، باك شمال ايمن اشرف بدل فتوح اللي كان بيلعب المباراه اللي فاتت، باك يمين احمد توفيق بدل الماتش اللي فات ما كان بيلعب بباهر محمدي، اتنين سرد باكات هم ثابتين حجازي والونش، قدامهم ثلاثي المره دي في نص الملعب بيلعب بثلاثه ديفندرات، حمدي فتحي وعمرو السوليه وعمر جابر. حمدي فتحي وعمر جابر الماتش اللي فات ما كانوش اساسيين، بيلعبوا الماتش ده اساسيين، عمرو السوليه ثابت زي ما هو. قدامه اتنين على اليمين صلاح، على الشمال قفشه، ومهاجم وحيد محمد شريف. غير لعيبه كتير قوي عن المباراه اللي فاتت، شال من المباراه اللي فاتت باهر محمدي، شال فتوح اللي كان مميز جدا واللي كنت شايف انه كان لازم يبدا اساسي النهارده، شال طارق حامد من نص الملعب، شال احمد سيد زيزو، شال حسين الشحات، وشال لعيبه كتير جدا النهارده. لكن لما تيجي تبص برده على التشكيل اللي لعب هتلاقي ان الاغلبيه العظمى او اللعيبه كلها تقريبا كده من النادي الاهلي. بص كام لاعب من الاهلي موجود عندك، موجود عندك محمد الشناوي، موجود عندك ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قفشه، محمد شريف، ست لعيبه من قوام النادي الاهلي، ولاعب واحد بس من نادي الزمالك هو الونش، واثنين لعيبه من بيراميدز كده اللي هم احمد توفيق وعمر جابر، واثنين لعيبه محترفين حجازي ومحمد صلاح. دي كانت تشكيله منتخب مصر اللي بدا بيها مباراه الجابون النهارده. قبل ما ادخل في التفاصيل كده عندي بس كام سؤال كده مستني اجاباتكم عليه تحت في الكومنتات، اسئله كده المفروض تتوجه لكابتن حسام البدري. ليه بتلعب في المباراه دي بثلاثه في نص الملعب؟ هل انت كان هدفك التعادل اصلا؟ ما هو انت لو هدفك التعادل اصلا من مباراه الجابون بره هقول لك ماشي، لان انت نزلت بتشكيل بيدل على كده، بس انا عايز افهم هي منتخب مصر وصلت بيه الحاله ان هو يلعب قدام منتخب الجابون عايز ان هو يتعادل؟ املك في الماتش ان انت تتعادل بتلعب بثلاثه ديفندرات في نص الملعب وكنت اقرب بكتير جدا للخساره؟ حاجه غريبه جدا، منتخب المفروض يكون ضعيف بالنسبه للمنتخب المصري القوي جدا في افريقيا المفروض، فالمفروض ان انت تروح تلعب بره قدام منتخب زي ده تلعب للمكسب وتاخد الثلاثه بونت بكل سهوله، لكن بتلعب بثلاثه في نص الملعب. دي كده اول حاجه. تاني حاجه، التشكيل اللي انت غيرته كله ده هل انت لسه لحد دلوقتي ما عندكش قناعات باي حد في اللعيبه غير لعيبه بسيطه جدا؟ هل انت لسه في نص الملعب ما عندكش اي قناعات؟ بتلعب مره بطارق حامد، بتلعب مره بحمدي فتحي، بتلعب مره بعمر جابر، انت لسه ما عندكش قناعات بمين يلعب جنب عمرو السوليه؟ هل مثلا انت في الباك اليمين ما عندكش اي قناعات؟ بتلعب مره بباهر وبتلعب مره باحمد توفيق، وفي الباك الشمال نفس الكلام، بتلعب شويه بالفتوح وبتلعب بايمن اشرف؟ اصل الشغل ده شغل ماتشات وديه مش شغل ماتشات رسميه ابدا، ان انا العب اول مباراه بفرقه واجي تاني ماتش كده اروح مغير الفرقه كلها. لكن الطبيعي ان اي مدرب بيبقى عنده قناعات اساسيه في مجموعه لعيبه 8 او 9 لعيبه كده في السكواد بتاعي، وبغير في مركز او في مركزين، مش هغير 5-6 لعيبه في السكواد الاساسي وفي التشكيل الاساسي في فرق 4 ايام بس بين الماتش الاولاني والماتش الثاني. حاجه كانت غريبه جدا من وجهه نظري ومستني ردكم عليها تحت في الكومنتات، يمكن يكون في وجهه نظر انا مش شايفها. ندخل كده بقى في تفاصيل المباراه. بتبتدي المباراه اللي كانت سيئه جدا النهارده من المنتخب المصري، ومنتخب الجابون مش المنتخب القوي ولا حاجه، لكن لعب عليك ماتش محترم وضيع كتير، وضيع انفراد صد محمد الشناوي وقدر يسجل كمان في مرماك، وضيعوا كرات كتيره بره الجول. بدات المباراه كده منتخب مصر كان ماسك الكوره، قلت ممكن النهارده هنشوف كوره حلوه وان شاء الله نعمل ماتش كبير في وجود محمد صلاح كمان، لكن ما شفناش الكلام ده. في الدقيقه 8 كده اتعملت هجمه كويسه، محمد صلاح بيلعب كوره لمحمد شريف اللي عملها بكعب رجليه لمجدي قفشه، خدها على الطاير كده لكن بره، وبعد كده بقى عينك ما تشوف الا النور، خلاص مفيش اي هجمات تاني لمنتخب مصر، منتخب مصر انكمش كده، مفيش اي حاجه، ما بنعملش باصتين ثلاثه صح على بعض، اي كوره مشتركه كانت بتبقى اللاعب من لعيبه الجابون، لعيبه نص الملعب تايهه توهان كامل، عمر جابر مش موجود حرفيا، بنلعب ناقصين لاعب، احمد توفيق في الباك اليمين صفر هجوميا ودفاعيا كمان سيء، نفس الكلام في الباك الشمال، ايمن اشرف سيء جدا هجوميا بيلعب دفاعيا بس، فتوح كان يبقى افضل منه بكتير. ايمن اشرف مع النادي الاهلي بيلعب طول الموسم كده مساك، فتيجي تلعبه باك شمال كده في وجود فتوح اللي هو كويس جدا، ده كان ظلم النهارده، كان لازم فتوح هو اللي يلعب باك شمال. وبعد كده بقى الجابون بدات ان هي تهاجم عليك، سجلوا هدف على طول لكن الحكم بيحسبه اوفسايد، وفي وجهه نظري انه ما كانش اوفسايد واضح قوي، ما قدرتش ان اقول فيه راي 100% يعني. وبعديه كره ثانيه بتتلعب برده بتتحسب اوفسايد، لكن كانت اوفسايد المره دي صحيح، اتلعبت الكره وحطها على طول في الجول، بيصدها محمد الشناوي، بعد كده تسديده في اثنين كانوا فوق العارضه، وهجمات خطيره من الجابون اللي كانوا ماسكين علينا كوره وعندهم مهارات فرديه وبيعرفوا يلاقوا بعض في الملعب، واي كوره مشتركه حرفيا كانت بتاعتهم. وبينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي كده عشان يبدا الشوط الثاني، وقلنا هنشوف منتخب مصر بشكل ثاني بقى، المفروض كابتن حسام البدري يعمل تغييره كده ويرجع يلعب بثلاثه تحت المهاجم ويغير التشكيل ل 4-2-3-1، لكن ما شفناش الكلام ده. وفي الدقيقه 50 على طول كوره بتتلعب في ظهر ايمن اشرف، كوره شبه انفراد كده بيتالق ويتعملق فيها محمد الشناوي ويصد انفراد كامل وهدف مؤكد 100% بيقدر ان هو يصد الكوره دي، ومعاك بقى من الدقيقه 50
50 لحد الدقيقه 71 كده مفيش اي احداث، مفيش اي حاجه، مباراه ممله جدا من كلا الفريقين لحد ما تيجي الدقيقه 71 وانذار تاني لعمر جابر وكارت احمر على طول. عمر جابر اللي كان المفروض يخرج من بين الشوطين او ما ينزلش من اول المباراه اساسا كمان بيطرد عشان يخلينا نلعب ناقصين لاعب، ومعاها كمان اصابه لاحمد توفيق اللي ما كانش قادر يكمل واللي برده كان لازم يخرج من بين الشوطين، بيخرجه على طول وبينزل مكانه باهر المحمدي عشان يلعب هو باك يمين ونكمل باقي المباراه 20 دقيقه كده واحنا ناقصين لاعب. وبعديها على طول ما كملناش دقيقه هدف اول على طول عشان تكمل المصايب بقى، كارت احمر لعمر جابر وبعدين هدف كمان للجابون. اتعملت الكره كده 1 2 من يمينهم من شمال منتخب مصر، بيضربوا فيها ايمن اشرف ولاعب نص الملعب حمدي فتحي اللي كان راجع بيحاول يقفل على الكوره، بعد كده بيخش الونش بيحاول يعمل بلوك قدامه وما بيقدرش، بتتشاط الكوره على محمد الشناوي صعبه جدا في اقصى الجول وبيكون الهدف الاول للجابون عشان نبقى خسرانين وبنلعب ناقصين لاعب. وبعديها اخيرا يفوق كابتن حسام البدري بس متاخر جدا في الدقيقه 77 يعمل تغييرين كده، يشيل قفشه وينزل مكانه عبد الله السعيد مركز بمركز ويخرج عمرو السليه وينزل مكانه مصطفى محمد عشان يلعب بديفندر وحيد حمدي فتحي بس في نص الملعب. يعني بعد ما كنت بادئ بثلاثه ديفندرات في نص الملعب بتحول التشكيل وانت ناقص لاعب وبتلعب بديفندر وحيد في نص الملعب حمدي فتحي بس، بعدين مفيش اي هجمات برده المنتخب مصر، فبيعمل تغييره كمان وبيشيل ايمن اشرف ويجازف بقى ويشيل الباك الشمال كده وينزل مكانه بصلاح محسن ويلعب بثلاث مهاجمين. وللاسف تغييرات هجوميه لكن مفيش اي شكل في الملعب، مفيش اي جمل متفقين عليها، فبرده مفيش اي ضغط، مفيش اي هجوم من منتخب مصر لحد ما بنسجل هدف في الدقيقه 90، هدف بدعوات الجماهير المصريه كده بس مش اكتر، كره مش ملعوبه ولا حاجه، اتلعبت كره طوليه من محمد الشناوي بيطلع عليها على طول ويلعبها بدماغه صلاح محسن لمصطفى محمد الممتاز جدا اللي خد الكره حاول يحطها لب من فوق الجول بيلمسها الجول وبيكملها بدماغه وبيسجل هدف مهم جدا لمنتخب مصر عشان يجيب بيه نقطه غاليه جدا، وبيقلع التيشيرت وبيحتفل مع زمايله بهدف غالي وهدف مهم فعلا لمصطفى محمد بينقذ بيه كابتن حسام البدري من النقد القوي جدا لو كنا خسرنا، لكن النقد هيطول وهيطول لان منتخب مصر حرفيا كان سيء جدا. خلينا كده بقى نقيم لعيبه منتخب مصر النهارده، لو هتبدا بالتقييم هتبدا بمحمد الشناوي 7 من 10، عمل مباراه كبيره وصد كل الكرات اللي جت عليه ودخل فيه هدف واحد ما يسالش عنه، وشال انفراد كان هدف بنسبه 100% لكن تالق فيه بشكل كبير جدا. ايمن اشرف النهارده 0 من 10، عمل مباراه ولا اسوا بصراحه. احمد توفيق 0 من 10 مش 0-1 بس، عمل مباراه اسوا من اللي عملها ايمن اشرف. احمد حجازي النهارده 3 من 10 والونش جنبيه 4 من 10. نص الملعب النهارده حمدي فتحي 4 من 10، عمر جابر 5 6 7 8 اصفار كده ما كانش موجود في الملعب اصلا برده النهارده. عمرو السوليه 5 من 10، قدامهم صلاح 5 من 10 او 6 من 10 احسن واحد، يعني الكره لما كانت بيجيله شويه كنت بتحس ان في حاجه ممكن يقدمها، عمل كذا كعب وفتح لكذا لاعب النهارده، لكن برده مش ده محمد صلاح ومش ده اللي احنا مستنيينه من سوبر ستار مصر. واحد زي محمد صلاح المفروض يقلب لك النتيجه خالص والمفروض يكون قوه كبيره جدا لمنتخب مصر، ما شفناش الكلام ده النهارده. محمد مجدي قفشه 4 من 10 ومحمد شريف 5 من 10، تقييم سيء جدا لكل اللعيبه، مفيش لاعب يستاهل انه يعدي 5 من 10 النهارده، اللعيبه حرفيا كلها كانت سيئه جدا. ما اقدرش اقول مين افضل لاعب اصلا في المنتخب لكن ممكن اقول مين الأسوأ، يعني ممكن اقول ان ايمن اشرف واحمد توفيق وعمر جابر الثلاثه النهارده كنا بنلعب ناقصينهم بصراحه، كنا بنلعب النهارده في الملعب 8 لعيبه بس ناقصين الثلاثه دول. ومستني رايكم تحت في الكومنتات على تقييم اللعيبه، مين افضل لاعب النهارده في المنتخب ومين الأسوأ، هل لاعب من الثلاثه دول ولا حسام البدري هو اللي كان الأسوأ النهارده يستاهلها والله. وبس كده، هو ده كل اللي كنت عايز اقوله عن مباراه النهارده، مباراه مصر والجابون اللي تعادلنا فيها 1-1 تعادل ايجابي، ومستني رايكم تحت في الكومنتات عن اداء المنتخب ومين السبب في الاداء السيء جدا للمنتخب ده، ولو تم اقاله كابتن حسام البدري مين اللي شايف انه يكون افضل مدرب يدرب منتخب مصر في الفتره الجايه، هل مدرب محلي ولا مدرب اجنبي، ولو مدرب محلي مين هو، ولو مدرب اجنبي هل في اسم بعينه شايف ان هو ده اللي يكون مدرب منتخب مصر ولا نشوف سي في قوي وخلاص مفيش اسم معين كده هو اللي يجي. وما تنساش بقى تخبط لايك الفيديو، شير على قد ما تقدر، لو لسه ما اشتركتش في القناه اعمل سبسكرايب، شغل الجرس عشان تجيلك كل الفيديوهات اللي هعملها بعد كده. سلام.